ساعتنا لليوم بديت معكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا عبر شاشة العالم سوريا، حلقة دامسكو وأيضا تفاصيلها الكتيرة رح تبدأ هلأ، وأيضا ضيوفة المميزين لليوم. إن شاء الله يومكم يكون قطع بخير وبركة، وأيضا قدرتوا تعملوا نتيجة مميزة بهذا اليوم. يسعد لي وقتك يا شام. نهارك سعيد بشار، كيفك اليوم؟ نهارك أسعد. شو الأخبار؟ جاهز للحلقة؟ جاهزين. إن شاء الله يا رب هيك يكونوا مشاهدينا كلهم بخير وصحة وسلام داخلي ونفسي. حلقتنا اليوم مميزة ومختلفة أكيد بضيوفة وعناوينها. ببداية حلقتنا رح نتعرف على سرطان بطانة الرحم، أسبابه وعلاجه. ولماذا نحن بحاجة لمهندس الكهرباء؟ ورح يكون معنا شابة سورية أبدعت في فن النحت. ورح نبدا حديثنا مشاهدينا باولى فقراتنا الطبيه مع تاج العافيه. تصيب بعض الامراض جسم المراه خلال فتره من حياتها، وممكن بهي الحاله قد تسبب للمراه الوهن والتعب النفسي والجسدي ايضا، وفي حال اهمال هي الحاله بشار ممكن انه تصير الحاله كثير خطيره. صحيح هشام، ومن هي الامراض الخطيره هي الاورام السرطانيه اللي ممكن ترافق اي شخص بحياتنا، وتحديدا السيدات يلي ايضا يعني لهم حصة للأسف بهذا الموضوع. واليوم الأعداد والأرقام بارتفاع متزايد بإصابات سرطان وتحديدا سرطان الثدي أو أيضا سرطان بطانة الرحم اللي رح نحكي اليوم عنه بشكل مفصل، عن أسبابه وطرق العلاج والتفاصيل كلها مع الدكتورة روجين سيدو، طبيبة مقيمة بمشفى التوليد الحكومي بحلب. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي دكتور روجين. بداية إذا بدنا نعرف سرطان بطانة الرحم كتعريف علمي وطبي، كيف بنعرفه؟ هلا بالبداية نحكي، هلا كلمة سرطان بحد ذاتها هي كلمة مرعبة، إنك تشخصي مريضة إنه معها سرطان فهذا بسبب رد نفسي إلها ولعائلتها. سرطان بطانة الرحم يعتبر من السرطانات الشائعة عند النساء، وبخاصة هذا السرطان بيجي بالمرتبة الرابعة بعد أنواع سرطان، في عدة أنواع سرطانات أخرى، فهو بيأتي بالمرتبة الرابعة. هو سرطان مثل إنه أي نوع من أنواع السرطانات الأخرى. بداية بنعرف شو يعني خلايا سرطانية. الخلايا السرطانية هي عندنا نحن داخلية إلى دورة حياة من انحلال وتجديد وتجديد، فأي خلل في هاي الميكانيك فأدي إلى إنه تطور شاذ الخلايا ونموها، وهيك نحن ما بنقدر نسيطر عليه وتتحول إلى خلايا سرطانية. هلا بسرطان بطانة الرحم بيصيب الخلايا المكونة لبطانة الرحم، أدي إلى نمو شاذ وتشكل ورم. طبعا هو سرطان بيصيب فئة من النساء اللي يكون عادة عمره فوق 50 سنة، طبعا نحن ممكن نشوفه قبل 50 سنة، بس 90% من الحالات تكون في عمر 50 سنة وما فوق. تماما دكتور، اليوم يعني في عدة أسباب ممكن ترافق الأورام السرطانية بشكل عام، اليوم أسباب تكون سرطان بطانة الرحم؟ لا بالحقيقة ما في سبب معين لسرطان أو ما توصلوا لسبب واضح لسرطان بطانة الرحم، لكن فينا نقول في مجموعة من النساء عندهم عوامل مؤهبة أكثر من غيرهم يصير عندهم سرطان بطانة الرحم، اللي هن النساء اللي بصير عندهم بلوغ مبكر واللي بصير عندهم ثاني ياس متاخر. ففينا ننوه على فكره انه سرطان بطانه الرحم بيعتمد بشكل كامل على الاستروجين، فنتيجه انه الدورات الشهريه الكثيره اللي بتتعرض للمراه نتيجه البلوغ الباكر والسن الياس متاخر، فهذا يؤدي انه هاي ممكن المريضه تكون عندها تاهب اكثر من غيرها اللي بصير عندها سرطان بطانه الرحم. هون يعني فرق الموضوع، اذا بدنا نقول الهرمون او مشكله هرمونيه ممكن تكون ايضا عامل مؤهب لحدوث. هلا مو مشكله هرمونيه، هرمون الاستروجين هو بحد ذاته مو البروجسترون. تماما تحديدا يعني خلل في توازن الهرمونات الانثويه. تماما. طب دكتوره شو الاعراض اللي ممكن تشعر فيها السيده في حال حدوث سرطان بطانه الرحم؟ انه ممكن نحن نكشفه مبكر، نشد في انه اعراضه بيظهر بشكل مبكر. اهم اعراض واكثر اعراض هو 90% من الحالات بنشوفه هو النزف ما بعد سن الياس. مريضه ممكن تقطع الدوره تجينا بعد 6 شهور بتقول يا دكتوره والله انه انا صار عندي نزف. هون نحن ما بنستحمل هذا النزف ابدا. هي ما بعد سن البلوغ، ما بعد سن الياس، سن الياس. ولكن اليوم ايضا خلل الدوره ببعض الاوقات ممكن يكون كمان عارض في حال اختلال. تماما. النزف ما بين الدورات الطمسيه، الناس اللي بنشوفها خارج اوقات الطمس كمان ممكن يكون مؤشر ان احنا نعمل استقصاءات لحتى نتحرى عن سرطان بطانه الرحم. في حال كانت السيده اصغر من 50 سنه طبعا حكينا عليها انه هو النزف ما بين الدورات الطمسيه، الالم في الحوض،
طبعا الاعراض الانضغاطيه هي بتجي لبعدين في حال الورم كان منتشر، بس سرطان بطانه الرحم الشيء المنيح فيه ان احنا عم نقدر نشخصه بشكل مبكر، عم نقدر نتوصل لعلاج. وكيف اليه التشخيص بتتم دكتوره؟ اليه التشخيص يعني تشخيصه اول شيء يعتمد على الصوره السريريه، الاعراض اللي تراجع فيه المريضه للعياده النسائيه، ومن ثم بننتقل على الايكو بنقيس ماكس البطانه. طبعا البطانه هي ما لازم تتجاوز ال 4 ملم، فبهي الحاله فيكون عندها سماكه في بطانه الرحم. التشخيص الادق هو تشخيص بالتجريف الاستقصائي واخذ خزعه بطانه الرحم ونبعث على التشريح المرضي. تماما دكتور، اليوم الانتشار دائما يعني للاسف وقت يتم الكشف عن احد انواع السرطانات بيكون الخوف الاكبر من الانتشار وانتشاره بباقي الجسم، اليوم هذا النوع من السرطان هو قابل او سرعه انتشاره سريعه، قابله للانتشار بشكل سريع، تخبرينا اكثر عن هذا الموضوع. هلا سرطان بطانه الرحم مثل ما حكينا انه نحن عم نقدم الشخص بشكل مبكر، فعم نتجنب انه نحسن ان احنا نعالجه قبل ما ينتشر. حسب طبعا حسب الستيج اللي احنا شخصنا فيه المرض، الستيج الاول والثاني، فنحن نقدر نسيطر على المرض، نستأصل الرحم وتعود المريضه تتابع حياتها بشكل طبيعي. اما بالدرجه الثالثه والرابعه فالحاله بتكون أسوأ، والبقايا بقية انه الحياه تكون يعني اقل. تمام. طب دكتوره، في حال لم يتم النزيف ما بعد سن الياس، ذكرتي حضرتك انه ممكن بعد 6 شهور من انقطاع الدورة ممكن أنه يحدث نزيف، وهي الحالة نحن ممكن نكتشف سرطان بطانة الرحم في حال لم يتم نزيف. شو في أعراض تانية ممكن تكون؟ أكيد في عنا أعراض تانية، الألم في الحوض ممكن يكون كمان أعراض، النساء اللي عندهم قصة سرطان ثدي أو مبيض ممكن كمان هدول يعني أكثر عرضة دورية. طبعا أكثر عرضة هدول اللي عندهم قصة عائلية لسرطان كمان ثدي مبيض وسرطان كولون، هذول بيكون اكثر من عرضه من غيره. مرضى السكري والضغط، المرضى البدانه، المرضى البي سي او نتيجه اللا اباضه، فهذا يؤدي انه المريضه ما عندها اباضه، فهذا عندها خلل في الهرمون، هي خلل هرموني، فهذا ممكن يكون عندها تاهب اكثر من غيره يصير عندها سرطان. دكتوره، واكثر حاله يمكن بيخافوا منها السيدات في حال اهمال الحاله، يعني في حال هي ما قدرت تكتشف بالبداية، ففي مضاعفات خطيرة على حياتها؟ أكيد في مضاعفات، اللي هي أهم أكثر مضاعفة ممكن نعاني منها إذا كانت مريضة في سن نشاط تناسلي وشخصنا المرض في وقت متأخر، فنحن نضطر نستأصل الرحم وهذا رح يأثر على حياتها الإنجابية. طبعا ممكن يصير عندنا اعراض ثانيه، فقر الدم نتيجه النزف المتكرر اللي عم بيصير، بصير عندنا اعراض انضغاطيه من عصر الجماع وعصر التبول نتيجة انتشارات، لأنه هو بينتشر الأعضاء المجاورة الموجودة في الحوض. تماما دكتورة، اليوم يعني بتخيل من الأخطاء الشائعة بالمجتمع هو موضوع الإصابة بالسرطانات المتعلقة بالسيدات بين قبل الزواج وما بعد الزواج، المرأة المتزوجة أو غير المتزوجة. اليوم موضوع سرطان بطانة الرحم هل يقتصر على السيدة المتزوجة فقط، أو نسبة الإصابة فيه تقتصر على السيدة المتزوجة فقط، أو لا اليوم أي سيدة بالمجتمع معرضة لهذا؟ بالعكس تماما، المرأة المتزوجة هي أقل عرضة من غيرها نتيجة عملية الحمل والإنجاب، فهذا ممكن يكون عامل واقي إلى ما يصير عندها سرطان بطانة الرحم. المريضة اللي بتحب المرأة اللي بتحبل مرة واحدة على الأقل هي عندها عامل واقي أكثر من ما حب من المرأة التي لم تحبل أبدا. تمام، ويمكن هذا يعني لازم اليوم نوضحه للمشاهدين. اليوم بعض الأخطاء الشائعة يعني بما يتعلق بتخيل حتى موضوع سرطان الثدي، اليوم الإصابات تقتصر على السيدات، وهذا الحديث يلي بيكون منتشر بالمجتمع اليوم وجب أن ننوه عليه ونصححه. طب دكتوره، في حال نحن بدنا نوقي انفسنا من سرطان بطانه الرحم، شو النصائح اللي بتعطينا؟ ما فينا نعمل، ما عندنا سبل وقايه يعني محدده، ولكن نحن فينا مثلا النساء المؤهبات اللي عندهم عوامل خطوره ننصحهم بالفحوصات الدوريه كل سنه وما بعد سن الياس كل 6 شهور. فينا نحن النساء البدينات ننصحهم بتخفيف الوزن، نبتعد شوي عن الفاست فود لانه هو بيكون يعني فيه نسبه استروجين اعلى تتحقق عم بيصير عندنا الهرموني. في ادويه معينه ممكن مثلا طبعاً احنا ممنوع تستخدمها؟ لا، ما في ادويه معينه، بالعكس حبوب منع الحمل هي تعتبر كمان عامل واقي توقي المريضه من سرطان بطانه الرحم. تماما، امتى ممكن هي تستخدم حبوب منع الحمل؟ يعني حسب رغبه المريضه، ما فيك انت تجبري المريضه تاخذ حبوب منع الحمل، ولكن هو عامل وقايه. تماما، ولكن يعتبر عامل وقايه. تماما، ولكن بعض السيدات بخافوا من هذا الموضوع انه انا في حال اخذت حبوب منع الحمل ممكن ياثر على الصحه الانجابيه، وخاصه الصبايا يعني او السيدات قبل الزواج، قديش هذا الشيء صحيح؟ قديش ممكن ياثر بشكل سلبي؟ حبوب منع الحمل ما بتاثر على الانجاب ابدا،
فيها المريضه تاخذ حبوب منع الحمل بشكل طبيعي، بس وقفتهم بيصير حمل اوتوماتيكيا، يعني ممكن بعد شهر شهرين ثلاثه ست شهور، بس يعني انه ما بياثر ابدا. تمام. بالنسبه دكتوره لطرق العلاج شو اهمها؟ هلا حسب انت الستيج اللي شخصتي فيه المرض، الدرجه اللي وصلان فيها المرض، هل منتشر او ما له منتشر. فعاده هو اذا شخصناه بالمرحله الاولى او الثانيه فهو استئصال الرحم. اذا كانت مريضه ما بعد سن الياس، اما ما قبل سن الياس بنحاول قد ما فينا نحافظ على الرحم حتى نحافظ على الحياه الانجابيه. تمام. وهون المريضه بتدخل موضوع العلاج الكيميائي والى ما هنالك. اكيد هدول علاجات متممه بتاتي بعد العلاج الجراحي او ممكن بالستيج الثالث والرابع من المرض. تماما. في ادويه معينه بهي الفتره فتره العلاج ممكن استخدامها؟ ادويه ما هلا ما في ادويه ولا معينه، العلاج الدوائي كله علاج تلطيفي بيجي بعد الجراحه، نحن العلاج الاساسي لسرطان بطانه الرحم والجراحي، وحتى تصنيفه والجراحي. تمام. بغض النظر عن المرحله الموجود فيها. ايه جراحي تصنيفه، استئصال الرحم هو العلاج الاساسي للرحم، وهو على فكره العلاج يعني ممكن 85% بيكون ناجح، 85% بالحالات ناجح ومريضه بتعود لحياتها الطبيعيه. ما في انتكاسات؟ اكيد في نكس، في حدوث النكس، بس يعني في حالات كثير انه شفيت من سرطان بطانه الرحم، ويعتبر من السرطانات. الشيء المميز فيه انه فيه نسبه شفاء عاليه. تماما. هيك نسب شفاء اليوم، نسبه الشفاء 80% تقريبا نسبه النساء اللي بيشفوا من سرطان بطانه الرحم. تماما. زين شكرك. يعني ختاما بعد عندك شيء شو؟ لا اذا عندك معلومه تفضل. لا تمام، انا كنت بس حابه اسال او استفسر، ممكن ان تصاب بعمر العشرينيات؟ ممكن بس نادر جدا. نادر جدا. يعني مثل ما ذكرت لك 80% و85% نساء ما بعد 50 سنه. تماما. شكرا كثير لك دكتوره روجين، شكرا على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. لا فيكي، شكرا كثير لك كمان. بتشكركم، بتشكر استضافتكم لي اليوم، وبنتمنى طبعا الصحه للجميع، وبنتمنى للنساء يواظبوا انه يعملوا فحوصات دوريه، وخاصه النساء ما بعد سن الياس، واي عرض بيشوفوه يراجعوا العياده النسائيه. أكيد كل الشكر لوجودك معنا دكتورة. نعم. وأكيد الصحة ترافق الجميع إن شاء الله. كفي معكم مشاهدينا باقي فقراتنا لليوم ضمن برنامج دامسكو، ولكن رح نروح لبريك صغير ونرجع، خليكم معنا. أحلى فرحة بحياة الأهل هي المولود الأول، وبعض الأهل بيحبوا يكون في عندهم توأم بشار. صحيح. رغم أنها مسؤولية كتير كبيرة عليهم، إلا أنه بتكون كتير محببة لقلبهم هاي الفكرة. صحيح شام، يعني اليوم فكرة وجود توينز بالعائلة وما شرط يكون الأول، يعني حتى لو يعني أنا قرايبي مثلا إجا بعد أربع أخوات إجاهم توينز، فكانت الحالة إلى وقع خاص وإلى التعامل خاص بهذا الموضوع. صحيح. اليوم مع التقدم العلمي والتكنولوجي أصبح في فرص لتزيد احتمالية الحصول أو إنجاب توأم، فشو هي؟ رح نتعرف عليها بهذا التقرير. قد يحدث أحياناً الحمل بتوأم أو ثلاثة توائم بالصدفة، وأحياناً أخرى تلعب عوامل محددة دوراً في ذلك. ونساء كثر يرغبن بإنجاب توائم، ويتطلب الحمل بعدة أطفال رعاية خاصة وتوصيات يحددها متخصصون لزيادة فرص الحمل بتوائم. فالحمل بتوأم يحدث نتيجة تخصيب بويضتين في وقت واحد، وقد يكون التوأم متطابقاً، وفي هذه الحالة يتم إخصاب بويضة واحدة ثم تنقسم إلى اثنتين وتتطور إلى طفلين يحملان نفس المعلومات الجينية تماماً. في المتوسط خلال كل 200 دورة شهرية تكون لدى المرأة دورة واحدة تحوي على الأقل بويضتان نشطتان في وقت واحد،
وذكر عدد من الباحثين أن احتمالات الحمل بتوأم زادت خلال 30 عام الأخيرة نتيجة العديد من العوامل، من بينها تأخر سن الزواج والإنجاب. وبمرور السنين يزداد تركيز الهرمون المنشط للحوصلة في دم المرأة، مما يزيد من نضج البويضة. الإخصاب الصناعي: تخضع العديد من النساء اللواتي يعانين من مشاكل الخصوبة لعملية الإخصاب الصناعي، وفي حين أن الهدف يكون عادة تلقيح بويضة واحدة، إلا أنه قد يحدث في بعض الأحيان تلقيح العديد من البويضات في آن واحد، وبالتالي الحمل بتوائم. وغالباً ما تلجأ النساء للعلاج بالهرمونات، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى نضوج عدة بويضات دفعة واحدة، وبالتالي حدوث الحمل بتوأم. تناول المزيد من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان، إذ يقول العلماء أن هرمونات النمو من كبد الحيوانات تمر إلى الإنسان، وهذا الهرمون بدوره يؤدي إلى زيادة الإباضة. تناول حمض الفوليك بانتظام قبل الحمل. فحمض الفوليك يمكن أن يطلق الإباضة المتعددة، وهو ما يعني إطلاق أكثر من بويضة في كل مرة. بعد تجاوز سن 30 تميل النساء الأكبر سناً إلى زيادة فرص إنجاب توائم مقارنة بالنساء في العشرينيات من العمر. وجود تاريخ عائلي من التوائم من جانب المرأة، وإذا كان هناك توائم لدى كلا الجانبين من الأسرة، كما يمكن أن يحدث ذلك أيضاً عند الحمل مباشرة بعد التوقف من تناول حبوب منع الحمل. الفروع والاختصاصات الجامعية عديدة ومختلفة أيضاً، ومن بعض هي الفروع هي الهندسة الكهربائية اللي بيعتقدوا بعض الناس أنه هي ما لها سوق عمل، أو ممكن الأشخاص بعد ما يتخرجوا من هندسة الكهرباء ما يشتغلوا. صحيح هشام، والحقيقة يعني اليوم أنه موضوع التعامل مع الكهرباء والهندسة الكهربائية البعض بيتهيأله أنه موضوع عادي، واليوم أي شخص قادر يشتغل بهذا المجال أو يعطي أو يقدم بهذا المجال، ولكن العكس تماما. اليوم الهندسة الكهربائية بحاجة لكثير تفاصيل، بحاجة لدقة بالعمل لنقدر نتعامل مع التيار الكهربائي، مع التنظيم، مع شبكة الكهرباء بشكل عام أينما وجدت. هاي التفاصيل كلها رح نحكيها اليوم مع المهندس الدكتور عباس صندوق اللي صار معنا ضمن استوديو دامسكو. اهلا وسهلا فيك دكتور، يعطيك الف عافيه. الله يعافيكم. اهلا وسهلا فيك دكتور معنا لليوم. بدايه دكتور، اذا بدنا نحكي اكثر عن اختصاص الهندسه الكهربائيه كدراسه اكاديميه، كيف؟ الحقيقه الهندسه الكهربائيه هي مجموعه معلومات خاصه بتقانه الهندسه الكهربائيه. الحاله الخاصه بانه بيعتقد الناس انه هي شيء محدود، هي شيء واسع جدا. خليني ابتدي بانه ما هي الاختصاصات المتاحه في هذا المجال. يعني هناك مجالات كثيره موجوده ضمن هذا الاختصاص. على سبيل المثال التوتر العالي، ما يتعلق بالشبكات الكهربائيه بالتوتر العالي، ما يتعلق بتوليد الكهرباء، ما يتعلق بالمحولات، بالتجهيزات، بالحمايات، بالقياده، بالتحكم، بالكترونيات القدره. فهذا يعني، وهناك مجالات أخرى طبعا حاليا دخلت الطاقات المتجددة على الخط الخاص بالتغذية الكهربائية اللي هي الخلايا الشمسية، العنفات الريحية، توليد بالبيوماس يعني المخلفات الإنسانية أو الحيوانية أو النباتية، إضافة لأمور كثيرة تتعلق بطاقات متجددة حاليا. ففعليا الطاقة الكهربائية كمجال هي مجال واسع جدا من حيث الاختصاصات. تماما دكتور، اليوم يعني وقت نحكي اكاديميا، ويمكن هذا المفهوم الشائع نوعا ما بالمجتمع، انه اليوم الاشياء الاكاديميه اللي بناخذها هي بعيدا نوعا ما على التطبيق الواقعي للعمل على ارض الواقع. قديش هذا المفهوم بحاجه اليوم للتصحيح؟ قديش اليوم المعلومات الاكاديميه بما يخص موضوع الهندسه الكهربائيه يطبق على ارض الواقع وبحاجه اليوم لدراسه اكاديميه كامله وواسعه بمختلف الاختصاصات اللي ذكرناها لنقدر نطبقها على ارض الواقع؟ تمام. الحقيقه هي هذه النقطة مهمة جدا، لأنه التعليم في أي مجال من الاختصاصات لا يعطيك الثقافة الخاصة بالتنفيذ الكامل لكامل الأمور. يعني طالما أنا عم بحكي على مجالات واسعة من الاختصاصات، يفترض بالمهندس الكهربائي أن يلم بالمعلومات والقواعد الأساسية لهذه الاختصاصات، وبده يدخل بمعترك الحياة سيختص في إحدى هذه المجالات.
مو من المعقول انه انت تجي تدخل الطالب وتعطيك كل المعلومات المتعلقه بموضوع معين. يعني على سبيل المثال اذا اخذنا موضوع التوتر العالي هو مجال واسع جدا، صحيح. اذا اخذنا القياده والتحكم، اذا اخذنا الالات الكهربائيه، هي مجالات واسعه جدا. في التدريس يعطى القواعد العامه والاسلوب الواقعي لمتابعه عمله في الحياه التطبيقيه، صحيح. ويدخل الى المخابر الطالب ويطلع على بعض التجارب الخاصة بكل اختصاص من هذه الاختصاصات، لكن لا يمكن أن تعطيه كامل المعلومات التي سيجدها في الحياة التطبيقية، صحيح. وهذا موجود ليس في اختصاص الهندسة الكهربائية، هو موجود في كافة الاختصاصات إن كانت طبية ولا هندسية ولا اقتصاد ولا، صحيح. كل الاختصاصات حتى الحقوقية. يعني عندما يتخرج الحقوقيون لا يعملون محامون أو قضاة إلا بعد فترات تدريبية، هذا شيء طبيعي موجود في كل الاختصاصات. لكن بالنسبة للهندسة الكهربائية كونها مجال واسع في اختصاصاتها، القواعد العامة يجب أن يلم بها الطالب، فإذا لم يتمكن الطالب من الإلمام فيها سيكون غير قادر على المتابعة في الحياة التطبيقية، صحيح. وهنا دور الطالب نفسه أو الخريج نفسه أن يتابع منذ بداية دخوله في أي اختصاص مجالات التعامل بالواقع الحياتي. يعني لا يكتفي بمسألة أنه أنا سجلت في هذا الاختصاص على سبيل المثال كما نذكر الهندسة الكهربائية ويكتفي، ممكن أنه يتابع بعمل شيء جزئي من الأعمال التطبيقية يلي بتساعده بالحياة المستقبلية. نعم. طب دكتور، اليوم بمجتمعنا تحديداً في كتير أشخاص عندهم خبرة عامة بالكهرباء، عندهم خبرة بالتمديدات الكهربائية وهن ما لهم دارسين هندسة كهرباء، هل ممكن يعني اللي عنده خبرة كافية بالكهرباء بيقدر يؤدي مهام مهندس الكهرباء؟ خليني اقسم لك الموضوع الى اجزاء. يعني ممكن انا اقول هناك مهندس، هناك تقني، هناك فني. يعني ممكن انا اقسمهم الى ثلاث انواع. المهندس يجب ان يكون ملم بكل الامور الخاصه بالعمل، وكل ما زادت خبرته بالحياه التطبيقيه يكون قادر على اداره العمل الهندسي الكهربائي. الفني هو التقني الذي يقوم بالتنفيذ الحقيقي. أما المهني هو الذي يقوم بممارسة المهنة. قد لا يكون لديه شهادة. الأول هو مهندس، الثاني قد يكون من حملة شهادة المعاهد التقنية أو الكليات التطبيقية الناظمة لهذه المسألة. أما النوع الثالث فهو ممارسة العمل الكهربائي. هذا الممارس، هذا الممارس لديه إمكانية بالعمل، اكتسب خبرة من خلال عمله أمام مع أحد الأشخاص الفنيين أو الاختصاصيين. هذا لا يؤهله أن يكون قادر على إعطاء المسائل الكهربائية بالشكل الصحيح. قد يكون قادر على تمديد الكهرباء في شقة سكنية، هذا شيء يمكن أن ينفذه مهني، لكن لا يكون تقني سليم، لأنه يفترض بالمهندس شيء أساسي أن يكون لديه الخبرة لإعطاء المسألة الفنية مع المسألة الاقتصادية مربوطين مع بعضهم البعض، بحيث أنه يحقق هاتان المسألتان بشكل متكامل. يعني أنا ما بيجي بركب تمديدات كهربائية بأسعار مرتفعة مشان أنا بقول أنه هيك أحسن، أنا بدي أدور على الكلفة أيضا، فبركب من الناحية الفنية والناحية الاقتصادية. المهندس قادر على إدارة المشروع، وكلما كان لديه خبرات أوسع قادر على متابعة الأمور. أما التقني قادر على التنفيذ، ولكن التنفيذ المشكلة فيه بأنه لا ينفذ وفق المخططات، تكون فيها خلل. هذا الشيء هو اللي ممكن يخلق مشاكل بالتنفيذ الكهربائي. أما المهني هو عبارة عن عامل بسيط، ما بدي أقول ما عنده إمكانيات أو عنده إمكانيات، هو لن يكون قادر إلا على تنفيذ أشياء محدودة. يعني مثلا أنا بدي أنفذ لوحة كهربائية لقيادة محرك، هذا ما بيحسن كل واحد ينفذها، حتى التقني ما ممكن ينفذها إلا إذا عنده خبرة من خلال تجارب سابقة. أما المهندس فيفترض فيه أن يضع التصاميم المناسبة ويضع القيم اللازمة للتجهيزات المطلوبة والتمديدات اللازمة لهذا العمل. يعني هذا على سبيل المثال بشيء بسيط جدا. لذلك نحن للأسف بمجتمعنا عندنا فكرة خاطئة أنه أي منهم قادر أن ينفذ، لا، الحقيقة هذا شيء مغلوط. تمام، صحيح. واليوم خاصة دكتور يعني عم نتعامل مع طاقة متجددة نوعا ما، يعني أنا ماني على اطلاع بالمنهاج الموجود بالجامعة بما يتعلق بالهندسة، ولكن اليوم في مفاهيم جديدة بما يتعلق بموضوع التعامل مع الطاقة المتجددة وآلية التعامل معها. ولكن اليوم بدي أرجع لموضوع ثقافة الاعتماد على المهندس أو مهندس الكهرباء بتطبيق بداية الأشياء الصغيرة والمحدودة وصولا للمشاريع الكبيرة. قديش موجودة بالبلد اليوم؟ حقيقة في تقصير جدا بكل المشاريع بهذه المسألة.
ويفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار المسائل التطبيقية. عادة توضع مخططات، أنا خليني أكون صريح معك، لتنفيذ أي مشروع، وعند التنفيذ لا يتم تنفيذ المخططات كما يجب، وبالتالي يكون هناك أحيانا أخطاء بالتنفيذ إذا لم يكن هناك مهندس مشرف على العمل. المهندس المشرف على العمل حيأخذ المخططات ويقوم بالإشراف على تنفيذ العمل وفق هذه المخططات. تماما. توفيرا لهذه المسألة، مشان ما يجيبوا هذا المهندس بصراحة أصحاب المشاريع الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة، بيستغنوا عن المهندس، بيجيبوا واحد فني بيقولوا خذ نفذ. هالفني ما عنده مشكلة إذا استبدل هالمقطع الكبل بغير مقطع، إذا استبدل القاطع بغير قاطع ما لقى بالسوق. هذه كلها مسائل هامة جدا، فنحن في قصور بهذه المسألة بواقعنا الحقيقي بالبلد، في قصور. خليني أكون صريح معكم، لا يستخدم المهندسون إلا في الضرورات الملحة، وهناك عدم مطابقة بين أي مشروع منفذ مع المشاريع المدروسة، وهذه مشكلة كبيرة. وبتلاقي نحن بنلاحظ أنه عم يصير حرائق وعم يصير صحيح. مشاكل صحيح. وعم يصير إشكاليات صحيح. واحيانا الابنيه طبعا هذا بالنسبه لي كمهندس كهرباء عم بحكي بواقع حقيقي، لكن اذا بنتقل لباقي الاختصاصات الهندسيه كمان نفس المشاكل بيقعوا فيها. صحيح. هلا الطاقات المتجدده اكيد سمعتوا باللواقط الشمسيه الخاصه انه عم تطير بالهواء لانه تنفيذها غير سليم. هون بده يكون في مهندس عم يشرف على التنفيذ، على التثبيت، على القواعد، على هالامور. هي صحيح اليوم دكتور، يعني هي حلقه مترابطه اذا بدنا نقول. تماما هم بيستغنوا عن المهندس مشان يوفروا اجره هذا المهندس اللي بيعطيهم الخبره يلي بيحقق لهم الافضل ميزه بالعمل. كل الشكر لك دكتور، نورتنا اليوم، يعطيك الف عافيه، وان شاء الله يعني نشوف اليوم كل اختصاص عم ياخذ حقه، اليوم عم يتم الاعتماد على اصحاب الخبرات بهذا الموضوع لتدارك اخطاء نوعا ما ممكن تكون بسيطه ولكن نتائجها ممكن تكون فادحه وكبيره. نعم. جدا، كل الشكر لوجودك معنا. شكرا، يعطيك العافيه دكتور. شكرا شكرا، يعطيكم. نشاط أيام الفن التشكيلي ما زال مستمر ضمن العاصمة وأيضا ضمن المحافظات السورية. اليوم يعني المعارض منتشرة والأشخاص يلي أو الفنانين اللي ما عم يقدروا يشاركوا بمحافظاتهم عم يتوجهوا لدمشق لا يقدروا يحيوا بعض الفعاليات وهي المعارض. قديش هي الحالة حلوة بشار، بهالفترة وبأيام الفن التشكيلي السوري عم نشهد إبداعات عديدة. صحيح شام، وهذا يلي قام فيه الفنان سائد سلوم بعنوان وأيضا معرض بعنوان ورد وحجر بجاليري البيت الأزرق. التفاصيل بالتقرير التالي. ورد وحجر معرض للفنان التشكيلي الدكتور سائد سلوم، اسم بينطوي تحت عنوانه العريض دلائل كثيرة أبرزها تجسيد القوة واللين بكل لوحة في جاليري البيت الأزرق بدمشق ضمن احتفاليات أيام الفن التشكيلي السوري 70 عاماً على الحداثة. المعرض طبعاً يحمل عنوان ورد وحجر، وهو حصيلة تجارب، يعني هو بالحقيقة يمتد إلى 7 سنوات خلت مضت من أيامنا. في هذه الأيام مرت علينا أيام جميلة وأيام حزينة، مرت علينا أيام فيها حياة وروح وأيام فيها شيء من الفكر العدمي. هذه الأشياء عندما تجتمع مع بعضها البعض نجد أنفسنا في مناطق صعبة جدا من التفكير. 42 لوحة مرسومة بتقنية الإكرليك والأتربة بأسلوب تعبيري مال باتجاه السريالية، نقل إحساس الفنان وصوته بالتعبير عن خبايا الروح وأوصل دلائل عميقة من خلال الألوان يلي ركزت على توظيف الرماديات والدواكن. الألوان أولاً كتقنية هي بألوان الإكرليك بالإضافة إلى الألوان ترابية وترابات. هذه الألوان الأتربة التي أريد أن أتحدث عنها بالضبط أيضاً هي تربة من أرض بلادي، من الأراضي المحيطة فينا، من بعض الحدائق، من الحارة، من مكان معين، من أحياناً من بعض الأماكن التي حدثت فيها بعض الأحداث الكبرى. حالة من الصفاء الذهني خيمت على المعرض وتركت الجمهور بتركيز وتدقيق بكل تفصيل. الأعمال الفنية اللي عم يقدمها الدكتور سائد سلوم بهالتجربة هي هو له بصمته الخاصة فيه، بتميزه دائما بأنه هو بيعالج الدلالات تبعته بفراغية حلوة كثير، فبيقدر هو يؤدي هذا المدلولات اللي عند منه بطريقة
بتحسي انه انت قاعده يعني بفراغ معين، مش بشكل مبسط بشكل مسطح. يعني اعمال الاستاذ دكتور سائد سلوم يعني انا كنحات شفت فيها عناصر نحتيه وفي تجسيد عميق بالاعمال وفي هدوء وبنفس الوقت في غضب بالاعمال. اعمال كثير قيمه والالوان اول مره بشوفها انا، يعني في هدوء في هدوء هدوء كثير حلو بالالوان. طبعا دكتور سعد سلم هو دكتوري بالكليه، رئيس قسم التصوير كليه فنون جميله. حبيت اجي اشوف المعرض عن الورد والحجر، كثير اسم حلو وبيعطي هيك من اسمه يعني اسمه معنى والوان والوان هادي وتفاصيل كثير حلوه، والفراغات الموجوده باللوحه هي بتعبر عن اللوحه وعن غموضها بشكل عام. مبين يمكن تعابير وجهنا الاندهاش والفرح بهيدي اللوحات الحلوه وبهيدا المعرض الحلو، ونحن اليوم كلنا بنشد لايد الدكتور وبنقول نحن بحاجه هيك معارض وبحاجه لحتى نحن نعبر عن هيدي هي سوريا، وهذا هو الفن السوري مع الدكتور سائد. المعرض قدم خلاصه تجارب انسانيه مكثفه وعكس حاله وجوديه عميقه ومشاعر متناقضه، كون الفن إحدى الطرق الفعالة بإيصال ما لا تقوله الكلمات وتعجز عنه في كل لوحة أو صورة. يعتبر النحت أحد الفنون التشكيلية يلي بيقدر الفنان من خلالها يعبر عن أحاسيسه، يعبر عن مشاعره، يلي بتحتاج كتير أيضا من الإحساس، بتحتاج كتير من الدقة بالتعاطي مع المنحوتة، مع الحجر اللي عم نشتغل عليه لنقدر نعطي نتيجة مميزة. اليوم ضيفتنا بشار، شابة قدرت توصل من خلال منحوتاتها دلائل ورسائل عميقة جدا. حتى نحكي أكثر عن موهبتها صارت معنا ضمن استوديو دامسكو النحاتة رنا الحوري. اهلا وسهلا فيكي رنا. اهلا فيكم سعد اوقاتكم. اهلا وسهلا فيكي رنا معنا لليوم، يعطيك الف عافيه. خبرينا عن رنا بدايه. رنا هي فنانه تشكيليه، انا حبيت النحت اكثر من الرسم، فانا فتت ادهم اسماعيل بعد الدراسه، فانا ما صح لي انه فوت كليه فنون، فزعلت، فاحد الاصدقاء قال لي انه في مركز، ففتت وكنت احب كثير الرسم والنحت انا من طفولتي. حلو. فاستمريت والله فيه وظلت 4 سنين بالنحت، بالرسم ونحت. طب 4 سنين، ولكن تحت الهواء قلتي انه انت 14 سنه تقريبا بقيتي. اي تمام. كان من قبل شو؟ المعهد. بعد المعهد. بعد المعهد ضليت 14 سنه مستمره فيه، يعني ما وقفت ابدا. تمام. خبرينا منين كانت البدايه؟ منين اجتك الفكره؟ شو اللي حببك بالنحت؟ هلا اول شيء انا صغيره كنت ارسم، يعني ارسم لرفقاتي انه بالمدارس مثلا رنا ارسمي لنا رنا مثلا انه بعدين تطورت انا قلت خلص بدي اصير رسامه، خلص بدي اصير فنانه، بدي اصير نحاته وهيك. ففتت على المركز تطورت شوي فيه انه تماما. الفن التشكيلي دائما يعتمد على مدارس معينه. ايضا هذا الشيء بينطبق بالنحت، في عندنا مدارس. شو المدرسه اللي كانت اقرب لرنا واللي استفادت منها؟ كان مدرسه انه الواقعي اكثر شيء لي، بعدين صرت تعبيري اكثر. الواقعي شو السبب؟ هلا الواقعي في انه في بدك تفاصيل كثير بالنحته، بحسه اصعب. اصعب شيء يعني تقريبا انه الواقعي بدك حتى الخطوط اللي بالوش بدك تطالعهم، اما التعبيري فما يعني ما بدك هالشيء، يعني شيء تعبيري بس. صحيح. تماما. حتى نقدر كان نجسد الواقع بصوره واقعيه. صح. فينا. طب اليوم كيف طورتي موهبتك؟ هلا انا خلال هالسنين بعد ما بداتي انت كيف بعدها طورتي موهبتك؟ هلا انا كثير صرت احضر اليوتيوب مثلا، صرت احضر معارض، تعرفت على فنانين كثير، شفت اساليبهم مثلا، وانه قد ما كان واحد بيطور هيك شوي. صحيح صحيح. اليوم دائما يعني المنحوته بتاخذ جهد وبحاجه ايضا لاحساس، بحاجه لفكره. اليوم الحجر بيكون صامت وبايدين النحات بصير يتكلم وبصير بيعطي فكره وبيعطي ايحاءات كثيره. اليوم شو الحاله اللي بتوصلي لها لاقدر انا او تقوم رنا تشتغل بالنحت او تشتغل بالحجر؟ هلا انا اول شيء بحجر هو ان النحت انا نص الصال جبصين. على طول بنشتغل بالجبصين. جبصين. فانا على طول جبصين صلصال. يعني اول شيء بيكون مرحله هو الصلصال، بعدين بقلبه لجبصين، قالب هالك يعني ما له مثيل، فهو قطعه مميزه بتكون.
حلو تماما. طب اذا بدنا نعرف آلية صنع المنحوتة من البداية للنهاية للوصول للمرحلة الأخيرة، شو المرحلة الأولى؟ لا هي مراحل، بس انه أول مرحلة انه هو بناء الصلصال بعدين تشكيل الشكل اللي بدك اياه. هلا أنا ما برسم وبحط الورقة مثلا قدامي، لا أنا من الفراغ، يعني أنا من الفراغ بساوي الشكل، ما بحب أتقيد بشكل انه مثلا انه لحاله بيطلع معي. ما في يعني ما في بالمرحلة الأولى رسم، ما بترسمي بالبداية او شيء؟ انه انا برسمه، انا ما برسم. حلو. رنا اليوم النحت ممكن شخص يعني نشوف بالرسم شخص بيقعد مثلا قبال الرسام وبيرسمه، يعني بالنحت ايضا تطلع هي القصة؟ قادر شخص أكيد. اليوم بيعطي المنحوتة لشخص اخر بناء على جلوسه او بناء على فكرة او بناء على صورة قدامه؟ هلا هو بيقدر كل شيء. هلا النحات هو بده يكون رسام قبل ما يكون نحات، اول شيء انه يكون النسب تكون مناسبة، فانت بتعرف كل شيء، فانا بقدر مثلا اساوي الشكل قدامي، بس هو النحت اصعب لانه بدك تساوي اربع اتجاهات. تماما. رنا اهم المعارض اللي شاركتي فيها شو كانت؟ انا شاركت كثير معارض، هلا ما في انه اهم وما اهم، انا كله عندي مهمين. فانا شو ضافت لك هي التجربه؟ كثير والله، يعني قد ما كان انه المعارض كثير قوي من شخصيتي اكثر، عرفت انه مثلا النقد مثلا اذا حدا مثلا نقدني او مثلا مدح او شيء مثلا بعمالي، فهذا الشيء بشجعني اكثر. حلو، خليني استمر اكثر. طب شو اول منحوته عملتيها؟ شو اول منحوته؟ اول منحوته سويت كانت عن الكبار بالعمر، شخصين انه كبار بالعمر، فهو انه كانت النهايه تقريبا. انا هذا كثير بحبه العمل، فهي انه رغم النهايه فهي الساعه من سندي عليه. فانا ما بعرف اذا في صور انه حلو اكيد عم نشوف الصور على الشاشه. بدنا شوي نروح رنا لموضوع المعارض. اليوم الفنان بعد يعني حضرتك لك تقريبا 14 سنه بهذا المجال، اليوم قادر بعد 14 سنه يتقبل نقد؟ اليوم قادر انا استوعب نقد عم يجيني، باخذه بعين الاعتبار؟ رنا بتسمع النقد وبترجع بتطبق وتشوف اذا في وجهه نظر صحيحه او خاطئه؟ كيف تتعامل اليوم مع موضوع النقد؟ انا كثير يعني بتقبل النقد، اكيد اكيد يعني كثير كثير، فانا عادي بالعكس بنبسط اكثر انه فنان مثلا او حدا يقول لي مثلا لا اعملي هيك ساوي هيك مثلا او هذه غلط مثلا، فانا بصلح هالشيء يعني بالنحت. ولازم يكون عنده سعه صدر الفنان؟ ايه طبعا طبعا، يعني انا بالابتسامه دائما، يعني شو ما كان الحكي فانا عادي عندي اكيد. تماما. يعني واكثر شيء بنحبك نستفسر عليه قد ممكن تاخذ المنحوته وقت؟ والله هلا حسب، هلا في منحوتات، هلا انا عامله منحوتات من الصغار هيك لل 50 60 تقريبا متر. فانا بنوع، هلا كل وحده حسب انه في شهر شهرين في منهم بيضلوا سنه. حلو. وانت قلتي انك انت يعني بتشتغلي لا على التعيين، يعني لا على التعيين، الفراغ من الفراغ تماما. فكيف ممكن يعني كيف بتجي الفكره؟ هلا هي الحلو انه هيك بس انه بلش بالصلصال فلحاله بحس انه في شيء عم يتشكل لحاله معي، انا ما بقدر يعني انه اوصفه، بس هو احساس حلو وراحه يعني نفسيه. قديش اليوم يعني بنشوف تجارب لفنانين عم يشتغلوا باحجار نوعا ما يعني فيها قساوه؟ تمام. فاليوم جربنا نشتغل بغير الصلصال او غير اذا بدنا نقول ايضا باقي المواد اللي عم تستخدميها او لا؟ هلا انا حلمي يعني انه انا حابه انه حاوله مثلا لبرونز او معدن، لانه انا بس اخذ المنحوته مثلا عن معرض كثير بخاف عليها انه هي جزء مني، يعني هي صارت جزء مني. صحيح. فانا بدي احملها ولفها منيح منيح بضل عم بلف. تماما. يعني انا كان في ايضا يعني تجارب بموضوع البازلت، وقديش البازلت قوي. ايه صح. ايضا في تجارب بهذا الموضوع. ممكن نشوفك بانتقال لانواع اخرى ان شاء الله؟ اكيد ان شاء الله، انا هذا حلمي يعني هلا صار بدي بلش فيه ان شاء الله. ان شاء الله. حلو كثير. ويوميا في شغل رنا؟ ايه اكيد ان شاء الله. هل هو الشغل لحالك فينا نقول، ولا في ممكن حدا يساعدك حدا يدعمك بهي المرحله؟ هلا انا لحالي والله. هلا انا بكون عند عامله هيك مكان صغير الي، فانا بحب انه هذا المكان الي، بحط اغاني على كيفي مثلا انه خلص انه صار الي. تمام. شو لسه حابين نعمل شيء لقدام؟ شو في اشياء جديده رح تعملي؟ انا بدي هلا ان شاء الله بدي اعمل معارض خاصه بقى ابلش. هلا صار عندي منحوتات منيح يعني عدد منيح، فانا كمان لسه عم بشتغل جديد. حلو. وبدي ان شاء الله اعمل مفاجاه حلوه ان شاء الله. كل التوفيق يا رب، كل التوفيق لك. نورتينا اليوم، كل الشكر لك. وان شاء الله يعني نكون ومنرافقك بافتتاح المعرض الخاص فيك. كل الشكر ان شاء الله يا رب. شكرا كثير لكم. شكرا شكرا استضافتكم. شكرا لك. رح نروح مشاهدينا لفاصل صغير وبنرجع منكفي باقي فقراتنا.
مآذن الشام تبكي إذ تعانقني، مآذن الشام تبكي إذ تعانقني، وللمآذن كالأشجار أرواح. للياسمين حقوق في منازلنا، وقطة البيت تغفو حيث ترتاح. طاحونة البن جزء من طفولتنا، طاحونة البن جزء من طفولتنا، فكيف ننسى وعطر الهال فواح. ومكفيين بأجواء الفن مشاهدينا، وبأيام الفن التشكيلي السوري اللي عم نشهد حالة من الإبداعات، حالة من فينا نقول بشار الأعمال العديدة المختلفة يلي عم نشوفها بهي الأيام. أكيد شام، ومن ضمن هي الفعاليات معرض كونشيرتو يلي عم بيكون موجود أيضا بالعاصمة دمشق بمشاركة مجموعة من الفنانين التشكيليين وأعمال ورسائل مختلفة ضمن هي الأعمال، منتابعها بالتقرير القادم. كونشيرتو ليس مقطوعة موسيقية بل عنوان لمعرض للفنون التشكيلية في دمشق، إذ أقيم المعرض برعاية وزيرة الثقافة لبانة مشوح واحتفالاً بأيام الفن التشكيلي في صالة ألف نون بدمشق، ليقدم مجموعة متنوعة من اللوحات الفنية المختلفة برسائلها ومدلولاتها الجمالية. إنه دائماً التمازج مثل كأنك عم تشعري بموسيقى مختلفة، أوركسترا مختلفة فيها مجموعة من الآلات، مجموعة من الأساليب، مجموعة من الرؤى، فكل هذه المعايير اللي نحن عم نحاول انه نصدرها بزمن صعب مثل ما بتعرفي، وانه كل البنى اللفظيه لازم يكون لها ارتداد بالحاله الجماليه البصريه. فلما بنقول كونشيرتو معناته احنا اصلا جهزنا لنسمع سولو او ثنائيه او ثلاثيه او خماسيه بتردد وراها اوركسترا كامله. أكثر من 22 لوحة فنية عرضت لفنانين كبار شاركوا بمعرض كونشيرتو وقدموا فيها معاني ورسائل فنية عالية القيمة، ليحيوا فيها الفن التشكيلي السوري مستخدمين الكثير من الأساليب الفنية والطرق الإبداعية المختلفة. كونشيرتو عنوان جميل، هو كان له غاية بأنه تجتمع تجارب عديدة ومختلفة من أعمار متفاوتة، من فنانين قد رحلوا، من أطفال يتمتعون بموهبة عالية جدا. آثرت ألف نون أن تعمل أو تقدم كونشيرتو لهؤلاء الفنانين من خلال تجاربهم المختلفة. يحمل كونشيرتو تعاون فني عالي المستوى، إذ يربط ما بين فنانين سوريين رحلوا وتركوا بصمتهم في عالم الفن التشكيلي، وما بين فنانين كبار ساهموا بنجاح المعرض
عن طريق لوحاتهم اللي بتحمل معاني ورسائل مختلفة من الجمال، وبوجود جيل جديد صاعد يهتم بالفن التشكيلي ويساهم باستمراريته. أنا بالنسبة لي مشارك بعمل سميته كونشورتو على تسمية المعرض، عمل أنا دائما يعني شغلي ضمن يدور حول التعبيرية التجريدية، في شيء من الفرات أنا بندير الزور ابن الفرات، دائما ألواني فيها نوع من الأزرق، فيها نوع من الألوان الزاهية أكثر يعني، فهي بسبب التغذية اللي عندي، التغذية البصرية اللي موجودة باللاشعور. المعرض نتاج لمسابقة أفكار وأبداع يلي شارك فيها 310 طلاب بلمساتهم الإبداعية، ليتم عرض لوحات الفائزين بهي المسابقة في صالة ألف نون المستضيفة لمعرض كونشيرتو، لتشجيع الأطفال على المتابعة والاستمرارية في تقديم الفن. تتنوع اللوحات الفنية المعروضة في معرض كونشيرتو، فمنها ما يخص فن البورتريه، ومنها رسائل تخص الفنان وتجارب حياتية عاشها صاحب اللوحة، ولكن من الأكيد أنه هذا النوع من المعارض هو إثبات لوجود الفن التشكيلي السوري وتعافيه. ولهم مشاهدينا ممكن وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم من برنامج دامسكو، أكيد اللقاء يتجدد إن شاء الله بكرة بنفس الموعد مع ضيوف ومواضيع جديدة وبداية أيضا أسبوع جديد. من هلأ لوقت انتبهوا حالكم، جمعوا طاقتكم لتبدوا أسبوعكم بنشاط وحيوية، وأكيد ما ينسوا يتابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأي استفسار، فيسبوك وإنستغرام وأيضا يوتيوب، بالإضافة للويب سايت الخاص بقناة العالم سوريا. ملاقيكم بكرة بنفس التوقيت، تبقوا بألف خير.